بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرين لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم ان شاء الله تعالى راح اكلمكم عن جدار حمايه. اوكي، جدار حمايه ونستخدم الاي بي تيبلز طبعا اكيد، وكيف نقدر نتعامل مع بعض الاوامر الاساسيه. بقسمهم عشان يكون الدرس قصير جدا وتفهموا معي بسرعه وتقدر تعيده على راحتك. اوكي، طبعا بالبدايه لازم يكون عندك صلاحيات روت، يا ما تكتب سودو اي بي تيبلز او انك تكتب اس يو بالطريقه هذه ثم تدخل على الروت. ماشي ماشي. طيب راح نجي الحين نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على اول طريقه. اول سالفه ممكن تستخدم اي بي تيبلز بالشكل هذا، بعدين تبدا تشتغل. طبعا في عندنا اوامر اساسيه بتكلم اليوم عن اثنين بس، ال اي اللي هو ال خاص بالليست والاي خاص بالادخال. اوكي اوكي، خلينا نفترض ان حابين نسوي ليست ال. الطريقه هذه راح تعطيك قائمه بالاشياء المحفوظه عندك بالاي بي تيبلز. اوكي، هذا اللي موجود عندي حاليا، ما في شيء بس هذاك اليوم. اوكي، لكن خلينا نشوف ايش الموضوع. في عندك هنا chain input، طبعا في القائد الاول اسمه input، تمام. ثم البوليسي الافتراضيه اللي هي السياسه الافتراضيه accept، بحيث انه مسموح لكل الاتصالات. اوكي، في عندنا التارجت، طبعا التارجت، وفي عندنا طبعا التارجت هذا عباره عن راس جدول يبدا يضاف له اشياء تحته هنا بالمنطقه هذه لما نبدا نضيف. فلما نضيف امر جديد او نضيف قاعده جديده بتكون موجوده هنا بالمكان هذا. نفس الكلام هنا يكون موجود هنا، نفس الكلام هنا بيكون موجود تحته. طيب بدل ما اسوي قر 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 قر، خلينا ندخل لنا شغله جديده. نكتب اي بي تيبلز اي، تمام. ثم نجي نكتب اسم التشين اللي هو انبوت، ثم نجي نكتب سورس. سورس اللي هو الاي بي اللي راح يصل لي. اوكي، لنفترض اني حاب امنع هذا الاي بي من التواصل معي اطلاقا، تمام. نفترض هذا المدير عندي بالدوام، ومدير ما بيدخل على جهازي. والله بين عنوان والديني. طيب ثم نجي نسوي، طيب ثم نجي نسوي ناقص جي سمول عشان ندخل القيمه الخاصه به هذه. ثم نسوي دروب. ماشي، دروب ايش معناه؟ دروب معناته قاطع، رف، اسقاط، اي شيء. طبعا في واحده ثانيه ريجكت هنتكلم عنها بعدين. طيب الحين راح اسوي اي بي تيبلز ال. لاحظ انه في فرق الحين، او في شغله جديده انضافت هنا. هذا هو البوليسي، ولاحظ انه في هذا التارجت اللي هو العنوان، او عفوا راس الجدول. ثم تحت راس الجدول يجيك اللي هو القيمه او الرول اللي دخلناه قبل شوي. لاحظ انه دخلنا الاي بي هذا وقلنا البروتوكول كله هنا الى اخره، سوينا له دروب. ماشي، فالسورس هذا راح نسوي له دروب لما يدخل الجهاز. ماشي ماشي، بهذه الطريقه انت تقدر الحين تمنع اي بي عندك موجود على الشبكه. يا سلام. طيب هذا ايش يعني؟ هذا يعني ممكن تجيب جهاز جنبك او جهاز وهمي او الى اخره، وتحاول تكتب بينج على الاي بي حقك مثلا. اف كونفيج الاي بي حقي هذا هو. ماشي، لو كان عندي جهاز افتراضي او جهاز وهمي ممكن اكتب بينج بالشكل هذا وانتر. لاحظ اني قاعد بهنق عادي جدا، ولكن لنفترض ان جهازك عنوانه 192.168.6. اوكي، فانا ممكن اني ارفض التواصل معي عن طريق اي بي تيبلز ال، عفوا اي بي تيبلز اي. اوكي، اي ثم اكتب انبوت، ثم اكتب السورس، طبعا حرف اس سمول، ثم اكتب 192.168.6. هذا الاي بي اللي جنبي راح اسوي له رفض جي، ثم اسوي له دروب بالشكل هذا. بالطريقه هذه انت الحين رفضت تواصل الجهاز هذا معك. اوكي، لكن الان لنفترض اننا بنسوي شغله ثانيه اللي هي اي بي تيبلز اي بي تيبلز ال. اوكي، طبعا طلع لك القواعد عندك، عندك دروب وعندك دروب. في عندنا انسيرت وفي عندنا ابند. اوكي، الابند في فرق ما بين الادخال والالحاق. اوكي، الالحاق بيكون موجود باخر شيء، خل اوريكم. لو جينا كتبنا هنا اي بي تيبلز، اوكي، بدل الاي كتبنا اي. اوكي، راح يدخل عادي جدا. ثم نجي نحط انبوت. اوكي، سورس 192.168.1، هذا نفس المره 9، تمام. جي دروب. اوكي، انا اسوي اي بي تيبلز دروب. جينا كتبنا اي بي تيبلز هنا ال، لاحظ انه عادي الحقه جدا، موجود تحت 9. طيب ايش الفرق ما بين الانسيرت وبين الابند؟ اوكي، بالانسيرت لما تكتب اي بي تيبلز ال ناقص ناقص لاين نمبر، راح يعطيك شغله جميله هنا. لاين نمبرز راح يعطيك ارقام هنا موجوده لكل سطر. فعندنا السطر الاول، القاعده الاولى، القاعده الثانيه، القاعده الثالثه. اذا كنت حاب انك تلحق قاعده باخر شيء، ما عليك انك تستخدم اي اللي هي ابند. لكن نفترض انك حاب تحط القاعده هنا. اوكي، مزاج، انا بتجي هنا. هنا تجي فائده الامر انسيرت. فنجي هنا نكتب اي بي تيبلز، ثم نحط اي اللي انا بسوي انسيرت، ثم نكتب انبوت انبوت، ثم نحط رقم القاعده اللي 2، ثم نكتب سورس. اوكي، 1.2.1.8.1.11 يا رجال اي شيء جي. ثم راح اسوي له دروب او ريجكت، بس راح استخدم دروب بالدرس هذا. راح اسوي اي بي تيبلز الحين
هل لاحظ معي انه 11 جاء هنا، جاء ترتيبه الثاني. تعلمنا اليوم كيف نسوي ادخال، وكيف نسوي الحاق، وكيف نستعرض الاشياء الموجوده عندنا. نشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي في امان الله. جربوا سووا بنقات وحركات من الجهاز، الاجهزه اللي حولكم، وشوفوا ايش الموضوع، ايش راح يصير. مع السلامه.